أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بازار الأديان. في حلقة هذا اليوم سنتناور ونتحاور حول دور المرأة أو مكانة المرأة في الديانات المختلفة سواء كان في المسيحية أو اليهودية أو الإسلام أو الهندوسية أو البوذية أو الزرادشتية. ما هو دور المرأة؟ كيف تؤثر العادات والتقاليد والعقائد على دور المرأة؟ وكيف يؤثر المجتمع أيضا على دور المرأة؟ وهذه الحلقة موجهة خاصة للنساء وماذا عنك أيها الأمرأة التي تشاهد هذه الحلقة؟ هل لك دور في الاسره ودور في المجتمع ام ترى تري نفسك بعيده عن كل هذه الاشياء وتري نفسك انه في حاله انه معزوله رغم انك انت مخلوقه على على شكل الله وشبهه فتعالوا معا في هذه الحلقه نسمع لترنيمه اولا مع باسم شكري. انت عظيم 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 يا الله انت عظيم Of the دور المراه في المجتمع وفي الاديان المختلفه وكيف تنظر ينظر الدين الى المراه وكيف تؤثر العقائد على المراه حلقه هذا اليوم قسيس فيليبوس هل من كلام تريد ان تبدا فيه عن دور المراه في الاديان المختلفه تفضل بالتاكيد دور المراه في الاديان والمجتمع دور مهم وعلى الانسان اليوم أن ينظر إلى المرأة كما هي أن ينظر إلى المرأة أنها هي إنسان منتج يعمل هي موجودة في كل مكان في كل عمل تستطيع أن تفعل كل شيء ومهمة التثقيف سواء كان التثقيف المنهجي الدراسي أو التسقيف الأسري أو التسقيف الديني حتى مهم في أن يؤثر على طريقة نظرة الإنسان إلى المرأة وبناء عقول سوية تستطيع أن تنظر إلى المرأة نظرة صحيحة سوية كما تليق بكرامة وحقوق المرأة العقل والنظرة إلى المرأة مهم جدا. في هذا المزمار أنا أتذكر قصة ما بين العقل والنظرة إلى المرأة كنت في أحد البلاد العربية وأنا أسير في أحد الشوارع المكتظة بالناس فبالصدفة لاحظت أن هناك شابين و يسيران جنب بعض ولكن الشاب الاول يسير على بعد امتار قليله عن الشاب الثاني وانا كنت الاحظ المنظر من بعيد فهناك فتاه قادمه من بعيد وعندما اجتازت الشاب الاول نظر لها وقال كلمات لا تليق في الاخلاق ثم عندما مرت واجتازت الشاب الاول اجتازت الى الشاب الثاني الشاب الثاني مع انه نفس العمر ونفس المكان ونفس البيئه قد يكونان من نفس الدين ايضا ونفس البنت ونفس البنت ولكن الشاب الثاني كانه لا يوجد شيء كانه لم ينظر الى شيء فأنا أمام هذا المشهد الدرامي الجميل أخذني الفكر بعيداً لماذا الشاب الأول نظر إلى المرأة على أنها شيء ولماذا الشاب الثاني كأنه الموضوع طبيعي جداً ولم ينظر إلى المرأة بالأساس فبالتأكيد العقل والنظرة إلى المرأة مهم جدا في التعامل مع المرأة جيد قسيس نحن سنتكلم وبعجالة مثلا عن المرأة في اليهودية طبيعي أن العقل تؤثر والشريعة تؤثر والتوراة وما جاء في العهد القديم يؤثر على دور المرأة في اليهودية لكن لاحظ شيء أنه ال 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 لا يعتبر الانسان يهوديا او ان لم يكن يولد من امراه يهوديه بالرغم انه ياخذ انه لقب او نسبه الاب لكن يعتبر يهوديا عندما تكون الام يهوديه ورغم هذا نرى ان المراه في اليهوديه لها مكانه يعني مكانه مكانه مقارنه بالرجل اقل بالرغم انه يعتبرها هي الـ هي ال هي المرجع او الاساس لكي ينتمي انسان الى الديانه اليهوديه. نعم. طبعا يعني حتى في الجاهليه كان انه المراه تكون في البيت وكان الانسان هو الذي يذهب الى الصيد الرجل والرجل كان الرجل هو الذي يذهب الى الصيد ويصطاد ثم بعد ذلك أو منذ ذلك الحين أصبح الرجال قوامون على النساء لأن الرجل خصوصا في المجتمع الشرقي هو الذي يأتي بالمادة هو الذي يعمل هو الذي يأتي في المصروف إلى البيت والمرأة بلا مصروف أنا أعتقد أيضا العامل الاقتصادي كان له تأثير مهم جداً خصوصا في الشرق في قبول المرأة إلى ظلم قبول المرأة إلى تعدي قبول المرأة إلى عدم أن تمسك مكانتها لأنها إلى اليوم في المجتمع الشرقي قد تكون نوعا ما غير مقبول في العمل وأن تأخذ دورها كأنها هي موازية إلى الرجل جيد لكن الله لما خلق الإنسان لم يخلق يعني الرجل بصفاء بصفات والمراه بصفه اخرى او فرق ما بين الرجل والمراه. الله عندما خلق الانسان خلقهما ذكرا وانثى ولكل للرجل صفاته ودوره في الحياه وللمراه صفاتها ودورها في الحياه. هناك شيء احب ان اذكره ان اختلاف الادوار في الحياة لا يعني التميز. عندما يختلف دور الرجل في الحياة لا يعني أن الرجل يتميز عن المرأة، وعندما يختلف دور المرأة في الحياة لا, يحت... لا ي... هذا لا يعني أن المرأة تتميز على الرجل كجسد الإنسان. جسد الإنسان هناك في أعضاء مختلفة. لكن هذه الأعضاء المختلفة بالرغم من انها تؤدي ادوار مختلفة لخدمة الانسان نفسه. لكن هذا لا يعني تميزا. انا لم اسمع يوما ان اليد تكلمت وقالت للعين دوري افضل من دورك، ولا العين تكلمت مع الفم وادعت انها هي اهم من الفم في عملها مع الانسان. العين لها دور، اليد لها لها دور، الفم له دور، ولكن الكل يعمل في تنسيق خاص بسيمفونية خاصة لخدمة الإنسان نفسه جيد قسيس حسن سؤال وبعدين حروح للأخ باسم لكن إذا نحن أخذنا الديانات يعني الكبرى في العالم سواء الهندوسية أو أو البوذية أو المسيحية اليهودية الإسلام والزردشتية كمان تعتبر هناك طبيعة ديان أخرى موجودة لكن ناخذ هذه الاديان بصوره عامه نلاحظ انه تقريبا كل الاديان تشترك في شيء واحد الا وهو انه على المراه ان تطيع رجلها لماذا هذه هذه المعضله المعضله؟ لماذا 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 يقول انه على الرجل ان يطيع زوجته لماذا الكل يتفق على هذا الشيء على المراه ان تطيع زوجها رجلها تطيعه في ماذا؟ الطاعه هناك فرق ما بين الطاعه على على, على فكره الكل متفقين على هذه انه على المراه ان تطيع ماذا تقصد بالكل يعني يعني الاديان اقصد بالاديان السته اللي ذكرتهم هل هناك مصدر واحد لهذا الشيء هناك فرق ما بين الطاعه والاحترام الطاعه لا تلغي شخصيه الانسان وما يبني طاعة المرأة لرجلها هو الثقة. عندما تبنى الثقة وهوني ثقافة المجتمع والوعي المجتمع. عندما تبنى الثقة ما بين المرأة والرجل المرأة تسير بما يفكر أو بما يريد الرجل من دون أي مع كامل الاحترام مع كامل التقدير. أنا لا أعتقد هناك رجل سوي أو قد يكون هو سوي يحب أن يعيش مع شخصية قد مسخ شخصيتها يحب هو أن يكون هو فقط القائد في العائلة هو فقط الكلمة الأولى والأخيرة في العائلة مرة أحد كان هناك خلاف ما بين رجل وامرأة الرجل يحدثني عن زوجته يقول, يقول لي إنني الرجل في البيت الا ينبغي ان تكون كلمتي الاولى والاخيره في البيت قلت له لا قال طيب هل معنى ذلك ان زوجتي المراه هي التي تكون كلمتها الاولى والاخيره في البيت قلت له لا ايضا قال اذا من ستكون الكلمه الاولى والاخيره في البيت قلت له القرار الصح الذي يخدم العائله من سيكون صاحب القرار الصح بغض النظر إن كان الرجل أو المرأة هناك أمور معينة إذا كانت للمرأة قرارها الصح الذي يخدم العائلة يجب أن يكون هذا القرار هو الذي يسير في البيت في الحياة لا يوجد رجل ومرأة يوجد القرار الصح الذي يخدم العائلة ويخدم المجتمع ويخدم الأفراد جيد أخ باسم ما رأيك في يوم من الأيام الله بنفسه قال لإبراهيم اسمع لقول سارة امرأتك عايز يقول له قطع ساره ربنا ما عندوش مشكله في فكره مين بيطيع مين زي ما كان بيقول الاسيس في لوبوس. لكن ربنا دايما عنده مشكله في الانسان في اللي وعدم عدم الطاعه عموما لكن اذا بنقول مين هيطيع مين احنا كده بنبحث برضو عن كان الطاعه دي او او من يامر هو رقم واحد ومن يطيع هو رقم اثنين الامر مش كده الامر زي ما كنا بنسمع دلوقتي انه كيف تسير المركب في الطريق المضبوط سواء من الرجل او المراه لكن امر ثاني المراه وهي تعلم ذلك جيدا احتياجها الاول الى الحب عشان كده كانت وسيط الله للرجل احب نساءكم ايها الرجال احب نساءكم ده الاحتياج الاول عند المراه ان تشعر انها محبوبه ومقبوله واذا شعرت انها محبوبه ومقبوله فهي تحترم الرجل وهذا هو الاحتياج الاول عند الرجل الاحترام والتقدير علشان كده ايتها النساء اخضعنا للرجال كنا المقصود بها الاحترام والتقدير والتوقير انا شفت نساء بتخضع للرجل وهي تبغضه هل هو ده الخضوع المطلوب جا. بالتاكيد لا اكيد لا فاذا الله بيتكلم عن علاقه حيه وادوار في الحياه فقط لا غير انه المراه تحترم وتقدر وتهاب زوجها فتسمع له الرجل يحب امرأته جدا فيسمع لها أيضا ويتحاور معها لو في زوج بيحب مراته أو زوجته مستحيل الزوجة مستحيل الزوجة هتشكو من زوجها والعكس إذا في زوجة تحترم وتقدر زوجها مستحيل الزوج هيشكو لكن دايما لما بتحصل حتى مشكلة في الأسرة بتدور على السبب الرئيسي يعني ممكن نقعد مع أسرة عندهم مشكلة بيقعد يحكي قصص كثيرة جدا بس لما ندور على رأس المشكلة وأساسها تجد أن زوجة لا تقدر الزوج أو زوج لا يحب الزوجة فالله بيتكلم عن احتياج الإنسان الأول لكن قصة الطاعة والخضوع أو المحبة هذه فقط أدوار بمعنى أنه إحنا برضو كمجتمع شرقي دايما نحكم على الشخص من المظهر من الشكل فإذا شفت واحد مدير أشعر أن هذا رجل محترم بينما واحد خدام أو رجل بسيط أشعر أنه بالعكس ليه ده دور ده مجرد دور في الحياة لكن قد يكون هذا المدير اللي ذو منصب قد يكون غير مظبوط أخلاقيا بينما هذا الشخص الفقير هو شخص يرضى الله ويتقى الله في حياته فإذا نرجو أن احنا ما نحكمش بالمظهر أو بالأدوار اللي بنأخذها بقدر ما بحكم بأنه بمشي طائعا لله وخاضعا له بحسب وصية هناك مصطلحات أعتقد تحتاج إلى عادة صياغة من ضمن كلمة الخضوع أو الطاعة لو فهمنا العمل أو ميكانيكية تعاطينا لله أو روحانية تعاطينا لله سنفهم كيف سيتعامل الرجل مع المرأة وكيف المرأة تطيع رجلا نحن عندما نطيع الله هل نطيع الله خوفا رعبا منه ام لاننا نطيعه لاننا متاكدين انه هو يحبنا ونطيعه لاننا متاكدين ان فيه كل الحكمه ونطيعه لاننا متاكدين وواثقين في شخصه. جيد نحن تكلمنا عن الطاعه في وهكذا في الاديان الاخرى وبشكل عام وحتى يمكن عند الملحدين إلى لكن نأتي إلى شيء آخر وشيء مهم جدا أنا أسأل سؤال عن عن النساء أو أي دين يعطي للمرأة حسب رأيكم أو حسب ما قرأتم أو حسب ما تعرفوا أكثر كرامة من بين الأديان كلها يعني أنا إذا أقارن بين الأديان ومكانة المرأة ما بين الأديان أشعر أن المسيحية هي التي تعطي للمرأة كرامتها بمثال بسيط أن أنها على صورة الله وشبهه ومثاله تعطيها قيمة والسبب السبب أن للمرأة تعريف سليم في المسيحية أنا أعتقد تعريف السليم للمراه في المسيحيه نابع من تعريف السليم لله في المسيحيه وما هو هذا التعريف؟ ان الله محبه عندما يصبح هناك تشويه للمفهوم الالهي في ايديهم سيصبح هناك تشويه لمفهوم الانسان وبذلك لمفهوم المراه وبذلك لمفهوم الحريه والحقيقه والاخلاق المفهوم السليم لله في الحياة سيعطي من هو الله المفهوم السليم لله في الحياة سيعطي للحياة تعاريف صحيحة أو أي تشوه في مفهوم الله للحياة سيؤدي إلى أنت تقول أن المرأة يعني المسيحية تعطي للمرأة القيمة التي هي لها من البدع ما أفسده الدين باسم الله لا يتم استرجاعه إلا من خلال الله نفسه إذا الصورة المشوهة عن الله ينبغي أن إعادة يعني تصليحها أو إعادتها إلى المكانة اللي كانت عليها وهي عليها ولن تتغير لكن الإنسان اللي غيرها وعندما تتصلح صورة الله في فكر الإنسان مباشرة سيتم إصلاح باقي المصطلحات الفكرية ستتم طيب طيب كمان معلش شيء اخر بالنسبه للمسيحيه الابديه بالنسبه للمراه في الابديه ستكون كالرجل لا يتزوجون ولا تزوجه. لا يوجد يعني حتى الفكر الاخروي الاسخاتولوجي ركز كثيرا على الرجل وراحه الرجل والحواري الموجودين حوالين الرجل قد تكون هي واحده من هؤلاء الحواري، لا يوجد لها اي مكانه وهذا طبيعي، عندما لا يكون للمراه مكانه في الخلود، من الصعب ان تجد للمراه مكانا في الوجود. نحن نعرض قراءات شخصيه قد تكون لمواضيع كثيره. اتمنى ان المشاهد يذهب ويبحث. هذا ما نطلبه من المشاهد ان يذهب يبحث عن الله، من هو الله؟ ان يبحث عن الحقيقه، ان يذهب ويبحث المراه ومكانه المراه في الاديان، ان يجرد نفسه قليلا من الدين، اي دين كان بغض النظر عن التسميه. جرد نفسك من الدين، ضع الدين في خارج باب الغرفه وادخل غرفتك وابدا واقرا الاديان على الاقل على الاقل فكرتين في الأديان يعني الأديان موضوع واسع حاول أن تركز عن مفهوم الله في الأديان وعمل مقارنة وأنا أعتقد القدرات العقلية منطقية لا منطق في المقارنة نعمل عن فكرة طيب. الله في الأديان طيب. أو أه فكرة المرأة في الأديان هذا سؤال للمشاهد لكن سؤال أخير بالنسبة للأرث في المسيحية والإسلام بخصوص المرأة هل لها نفس حقوق ولا لا؟ الأرث في المسيحية آه لم يتكلم عن الأرث في المسيحية ولكن عموما آه الأرث في المسيحية يجب أن يعطى إلى الشخص آه الأضعف أو الأقل اقتصاديا بالرغم إذا كان رجل آه أو مرأة يعني آه إذا آه كان في المسيحية من سخرك ميلا اذهب معه ميلين إذا كان في العائلة أربعة أولاد وكانوا يريدون أن يقسمون الإرث يجب أن ينظروا من هو الشخص الأضعف اقتصاديا في العائلة يجب أن يعطى له الإرث الأكثر هذه هي المحبة طيب ترى أنه هذا هو بسبب أنه مكانة المرأة في المجتمعات هذا الذي يقود هذه المجتمعات إلى الحالة التي هي عليه المرأة بالتأكيد المرأة تحتاج اليوم إلى أن تتحرر تحتاج إلى أن تتثقف تحتاج إلى أن تتوعى وإلى تنظر لنفسها تحتاج أن تنظر البرامج التي تنمي عند المرأة الفكر للنساء قدرات جبارة لكنها للأسف بسبب الدين بسبب البيئة بسبب المجتمع تم تغطية هذه القدرات وطمسها وعمل سقف فكري ثقافي لقدرات المراه اذا تم استخراج قدرات وطاقات المراه سنعيش او سيتغير المجتمع تغير جذري تماما وسيؤثر ذلك على البيئه التي نعيش فيها ما هي النصيحه التي تريد ان تعطيها للمراه سواء كان في المسيحيه او الاسلام كي تتحرر حتى هناك نساء في المسيحيه يشعروا بانهم يعني تحت ضغوط وانه مقيد الحريه ان ترفض اي فكر اي فلسفه اي دين اي شخص اي شيء يقلل من انسانيتها او يعاملها بغير ذلك بغير انها انسان ان ترفض اي شيء المراه انسان ويجب ان تعامل ك لا عندما نقول المراه انسان لا نعطيها شيئا ليس من حقها هي فعلا كذلك ويجب أن تصدق هيك ويجب أن ترفض أي شيء يقلل من إنسانيتها من أي مصدر كان أليس نفس الوقت تطالب مثلا أنه تغيير القوانين في في دول مشان يكون للمرأة أيضا حقوق عندما يتم فصل الدين عن الدولة سيتغير أيضا وضع المرأة كثيرا خصوصا في البلاد الشرقية سيتغير كثيرا تماما وستصبح المرأة وتعتلي المناصب التي تليق بها كشخص بمميزاتها وبقدراتها فإذن ينبغي أن لا ترجع المجتمعات الشرقية إلى الوراء مئات السنين لكن أن تتقدم نحو الأمام طبعا بأن تشترك المرأة في كل مجالات الحياة وأن ينظر إليها كإنسان بغض النظر عن الجنس والذي يشرح أولاد هؤلاء النساء وأزواجهم بالتأكيد الذي يشرع ما في يد القانون ولكن أن يتم التعامل مع المرأة بشكل يليق في قدراته وبشكل أن توضع المرأة في المكان التي يتناسب معها ومع طاقاتها ومع قدراتها شكرا قسيس فيليبوز. وشكرا أيضا شكراً. أخ باسم وعزيزي المشاهد شكرا لأنك كنت معنا في حلقة هذا اليوم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة شكرا